تسخيرا لمعطيات الحداثة والتقنية، تستثمر الوزارة في الذكاء الاصطناعي، فقد فعلت الوزارة عددا من البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث دشنت أول مهندس استشاري آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، موضحة أنها بصدد تسجيله للحصول على براءة اختراع عالمية للاستفادة منه في دعم منظومة العمل المؤسسي بالوزارة، يدعم هذا المنجز عملية اتخاذ القرار وتقليل المخاطر، إضافة إلى قيامه بالتخطيط والتصميم والمتابعة للمشاريع. قبل عقد من اليوم أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الذكية لدولة الإمارات، واللي كان هدفها الرئيسي أنه يتم من خلالها إيجاد خدمات ذكية عبر تطبيقات الهاتف الذكي بدرجة 7 أيام 24 ساعة في اليوم. طبعا هذا سبب نقلة نوعية في البنية التحتية، بحكم أن احنا وزارة تطوير البنية التحتية والمعنيين بتوفير تلك البنية التحتية للمنشآت الحكومية المشغلة للمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، مثال وزارة التربية والصحة والداخلية وتبعاتها. كان هناك حافز رئيسي من قبل الوزارة لإيجاد تلك البنية التحتية التي تدعم هذا التوجه للخدمات الذكية. في المقابل ومن طرف وزارة تطوير البنية التحتية لجأنا إلى البرمجيات الذكية والبرامج المحفزة لتطوير البنية التحتية، واللي من خلالها قدرنا أن احنا نمارس أفضل الممارسات الهندسية، واللي من خلالها تكاملنا في برامجنا وبرمجياتنا في تصميم البنية التحتية. اليوم عندنا كذلك موضوع السيارات ذاتية القيادة. السيارات ذاتية القيادة اليوم قادمة لا محالة، فنحن كيف نجهز لها؟ كيف نكون جاهزين لهذا التطور؟ محتاجين سياسات، محتاجين تشريعات، محتاجين لوائح تنظيمية، محتاجين تحديث للبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية المدنية المبنية. حققت الإمارات الكثير وانتقلت بقطاع النقل إلى مراحل قادمة من المستقبل، فقد حسن من ظروف النقل وانسيابية الطرق وطاقة استيعابها للمركبات، كما أنها تعمل على إنجاز قطار الاتحاد الذي سيربط جميع الإمارات ببعضها البعض، إضافة إلى دول الخليج. كما أن مترو دبي وترام دبي وقطار الاتحاد من أهم وسائل النقل وأكثرها تفوقا في العالم، ولا تألو الإمارات جهدا أو تدخره في جعل المستقبل قريبا، فمن التخطيط لجلب وسائل النقل الجوية للأفراد إلى سرعة التنقل بذكاء وإلى مشروع ليس بالبعيد وهو الهايبرلوب. تعمل الوزارة اليوم مع شركائها الاستراتيجيين سواء على القطاعات المحلية أو الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الاتحادي وكذلك القطاع الخاص بعمل منظومة من خلالها نعمل على الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي. طبعا الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي جزء من المخطط الشمولي للنقل. اليوم النقل، احنا لما نتكلم على النقل نتكلم على النقل البري، النقل البحري، النقل السككي والنقل الجوي. إن عمل وزارة الطاقة وتطوير البنية التحتية يتشعب مع عمل الوزارات الأخرى ويواكب خططها أيضا، حيث طورت الوزارة حلولا مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء التي تسهم في وجود حلول جذرية لتحديات التغير المناخي. الجدير بذكر أن نحن اشتغلنا مع جميع شركائنا الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي بوضع استراتيجية الحياد المناخي
اللي هي مستهدفها للعام 2050 بقيادة حكومة دولة الإمارات، واللي تم الإعلان عنها في COP26، وكذلك نحن راح نستضيف COP28. فكيف نحن ممكن نعكس مستهدفاتنا في استراتيجياتنا هذه بالعمل على كيف قطاع النقل راح يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة في مجال استنزاف مصادر الطاقة مثل مشروع عبور آمن الذي يعتمد على الطاقة المتجددة الشمسية والحركية في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر. وأنشأت ورصفت الطرق الاتحادية باستخدام مواد معادة تدويرها، وعالجت مياه الصرف الصحي بطرق طبيعية عبر استخدام أنواع محددة من النباتات التي لديها القدرة على تنقية المياه ومعالجتها وخفض وتقليل نسب المواد الضارة فيها، والتي حققت 50% خفضاً في تكلفة معالجة مياه الصرف مقارنة بالطرق التقليدية. كذلك أنشأت محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية واستراحات المركبات على الطرق الاتحادية والمجمعات السكنية. تمثل وزارة الطاقة والبنية التحتية الذراع التنفيذي لمشاريع الحكومة الاتحادية، ومن هنا برز دور إدارة التخطيط وتصميم المشاريع في تنفيذ تلك المشاريع، بدءا من التخطيط إلى التصميم وبالتوجه إلى التنفيذ، ومن ثم إلى تحويل هذه المشاريع إلى أصول يتم إدارتها من خلال الوزارة. إدارة التصميم في ضمن هذه الحلقة للمشاريع كان لها دور رئيسي في إيجاد مشاريع بنية تحتية تضم أفضل الممارسات الهندسية لتلك المشاريع، بما يخلق استدامة لتلك المشاريع وأفضل ممارسات هندسية مستدامة وذات طابع تنافسي على مستوى الدولة. نتكلم اليوم على استخدام برامج تصميمية عالية الكفاءة تستطيع من خلالها تضامن كافة العناصر للمشاريع وبياناتها، وفي نفس الوقت استخدام أفضل المعايير والمواصفات من ناحية الاستدامة وخفض البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير في المياه. حصلت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في مؤشر جودة النقل الجوي وفق تقرير كتاب التنافسية العالمية 2020، واستطاعت أن تغير معايير ومنظومة الخدمات اللوجستية، وأصبحت تملك أفضل شركات الطيران العالمية، حيث تمكنت من ربط العالم من شرقه إلى غربه، يتم نقل أكثر من 130 مليون مسافر سنوياً عبر مطارات الدولة من خلال أكثر من 830 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات. جميع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات تعمل على تحقيق هدف واحد، وهو النهوض بالبنية التحتية في الدولة لتحقيق تطلعات مستقبلية مخطط لها من اليوم. فنحن اليوم عملنا وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، نطور الأهداف، نشتغل على مشاريع محددة، ومشاريعنا كذلك تشتغل مع القطاع الخاص. اليوم دور القطاع الخاص أصبح مهم وكبير في تطوير منظومة البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل بالتحديد. اليوم نحن نمضي إلى خمسينية جديدة، والتوجه أن كلمة مستحيل لن تدخل في قاموس الإنجازات القادمة، معتمدين على التكاتف والتعاون بين جميع الجهات العاملة على أرض الدولة. التواصل مستمر مع الجهات، سواء الجهات الاتحادية أو الجهات المحلية على مستوى الدولة، وذلك لتوافق المخططات الشمولية والمخططات الحضرية على مستوى كل إمارة وكل مدينة، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية والوصول إلى رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول العالم بحلول مئوية دولة الإمارات. نهضة
تستشرف المستقبل، بدأت حكايتها مع قادة عملوا من أجل الوطن ومواطنيه. ستمضي الإمارات حاملة هذه الرؤية إلى المستقبل، شعلة تضيء درب الأجيال اللاحقة.